صفة صلاة الجنازة ثم يكبر رافعا يديه ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. يكبر رافعا يديه ويقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر رافعا يديه فيدعو: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر له وارحمه. وإن زاد وقال: اللهم إن كان محسنا فبإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته أهلها الجود والفضل. اللهم لا تحرمنا أجره ولا ظلمنا بعده واغفر لنا، كل هذا حسن كله مشروع. أما الصغير فيقول بعد الدعاء العام: اللهم اجعله فرطا لولديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازيهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم. ثم يكبر رافعا يديه التكبيرة الرابعة، واستحسن بعض العلماء ان يقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعضهم استحسن ألا يقول شيئا بل يكبر ويقف قليلا ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. السلام عليكم ورحمة الله.